سيد محمود محمد سيد من قرية تنيدة الداخلة الوادي الجديد. طبعا أنا رب أسرة مكونة من 4 أفراد، باسم ويارا والزوجة طبعا وخالتي ووالدتي قاعدين معايا طبعا هنا في الشقة في البيت. طبعا وأنا راجل أرزاقي وشغال بإيدي يعني، والدنيا طب الحياة صعبة من طبعا لو قعدت يوم ولا 2 ولا 3 طبعا ما فيش شغل، كله بالإيد يعني بإيدي كده لو ما فيش حاجة جت ربنا. أنا أتكلم. بالنسبة لباسم طبعا احنا لقيناه كده تعبان شوية، رحنا كشفنا عند كذا دكتور، فكل التحاليل والأشعات اللي عملناها قالت عنده التواء في المصران الأعور، وقالوا دي محتاجة عملية تكلف حوالي 30,000 جنيه. في الوقت الحالي طبعا ما اقدرش اعمل له العمليه دي طبعا 30,000 جنيه مش هعرف اجمعهم. انا بقول لك دي شغال ارزاقي، واتمنى من ربنا انه ربنا يشفيه يا رب ويعافيه كده يا رب.